لو الحكاية فيها إن فيتو جاهزة ولا؟ احنا عايزين نسألك بعد 3 شهور سجن ايه اللي انت حاسه؟ الحمد لله تمام. نحن فرحانين قوي كثير عشان طلعتنا من سجن، ونشكر الحكومة المصرية كافة انه استضافتنا بمصر بعد ما تخلت المجتمع الدولي كله عنا. الحمد لله تمام، نحن كثير مبسوطين، نشكر حكومة مصر وزير الداخلية ومدير أمن اسكندرية، نشكرهم على حسن استضافتهم والإقامة، ونشكر كل الشعب المصري. طيب هل انت بتطالب بحاجة؟ الإجراءات بتاعتك دلوقتي شغالة فيها تسهيلات ولا ايه؟ الحمد لله كله ماشي تمام، الحمد لله أمورنا جيدة وكله متعاون معنا، وجوازات خلصنا أمورنا وكل أمورنا بخير وسلامة، ونحن نشكر جدا الحكومة المصرية على تعاملها معنا بشكل إيجابي، وبعد ما تخلت أوروبا والمجتمع الدولي كله عنا.